بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، اكفنا ما أهمنا وسائر المسلمين من أمور دنيانا وأخرانا. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حشمة الشيخ إبراهيم البيهوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين آمين. أصول متعلقة بأبواب الطلاق. انتهينا من الطلاق، والمتعلق بالطلاق إن كان رجعيا أن يكون للزوج حق الرجعة، أن يرجع في طلقته إن كان حرا في المرة الأولى والثانية، أما الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان عبدا رقيق فليس له إلا رجعة واحدة، لأن ليس للعبد إلا طلقتان، فإن طلق مرة له أن يراجعها في فترة عدتها، فإن طلقها مرة ثانية فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها وتنقضي عدتها. فنتكلم على فصل أحكام الرجعة. يقول الرجعة بفتح الراء وحكي كسرها، الرجعة والرجعة، وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص. ده تعريفها الشرعي، رد المرأة إلى النكاح، يعني كأنها كانت في نكاح فخرجت منه بالطلاق فيردها في عدة طلاق، لابد في فترة عدتها، طلاق مش أي طلاق، طلاق غير بائن على وجه مخصوص، وخرج بطلاق وطئ الشبهة والظهار، فإن استباحة الوطئ فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة. يعني لو واحد وطئ امرأة وطئ شبهة، يعني ظنها أنها زوجته في مكان مظلم فوطئها على أنها زوجته ونظره ضعيف وهي نومها تقيل ونامت على إيه في حجرته وما كانش يعرف أن دي مش زوجته فوطئها، ده يسموه وطئ شبهة. في الحالة دي يحصل ايه؟ يجب عليها انها تعتد عشان نستبرئ الرحم، لحسن يكون وطء الشبهة ده انبنى عليه حمل، فيبقى ليها عدة من وطء الشبهة ثم تعود لزوجها الاول بعد العدة دي، فده ما اسموش رجع، فاهم؟ ده ما اسموش رجع، لان وطء الشبهة العدة دي مش عدة طلاق. كذا لو واحد ظاهر امرأته، يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي، فلا يحل له أن يقربها حتى يحرر الرقبة أو يطعم 60 مسك أو يصوم 60 يوما شهرين متتابعين، أو إن عجز يطعم 60 مسكين ثم تعود له. هذه العودة ما اسمهاش رجعة، فهمتني إزاي؟ زي برضو المرأة لما بتحيض لا يستطيع الرجل أن إيه يقرب زوجته، فلما يرجع يقربها بعد طهرها من حيضها ما اسمهاش رجعه،
فهمت ازاي؟ عشان كده هو بيقول لك وخرج بطلاق وطئ الشبهه يمنعه من قربان زوجته برضه وطئ الشبهه حتى تنقضي عدتها من هذا الوطئ كده برضه. وكذلك الظهار يمنعه من انه يخرب زوجته حتى يكفر، وكذا الحيض يمنعه من قربان الزوجه حتى تطهر. فخرج كلمه طلاق الانواع دي كلها. فإن استباحة الوطئ فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة. واضح؟ بيقول وإذا طلق شخص امرأته واحدة أو اثنتين فله بغير إذنها مراجعته ما لم تنقض عدتها، وتحصل الرجعة من الناطق. عند الشافعية لابد من في الرجعة من التلفظ، عند الإحناف مش كده، احنا في عندهم امره سهل، يعني ممكن ترجع ان هو يعاملها معاملة الزوج خلاص، يبقى من غير ما يتكلم ترجع له تاني. الاحناف يكتفوا بالفعل، يعني الفعل يقوم محل النطق، لكن عند الشافعية لابد في المراجعة من التلفظ، يقول راجعتك الى عصمتي باللفظ كده علشان تصح الرجعة. وعلشان كده لابد ايه، وتحصل رجعه من الناطق بألفاظ منها راجعتك وما تصرف منها. والأصح أن قول المرتجع رددتك لنكاحي وأمسكتك عليه صريحان في الرجعة، وأن قوله تزوجتك أو نكحتك كنايتان، لأن لما يقول له تزوجتك ما هو كان متزوج، فهمت؟ والرجعة مش زواج، ما ينفعش يقول لا تزوجتك. لكن لو قال كده تزوجتك يقصد الرجعة تمشي، يبقى تزوجتك ليس من ألفاظ الرجعة. واضح؟ لكن لو قالوا يبقى كناية، والكناية تفتقر لنية، فإن نوى معها الرجعة تبقى رجعت. وشرط المرتجع أن لم يكن إن لم يكن محرما أهلية النكاح، يعني المحرم ممكن يطلق وهو محرم، وممكن يرجعها وهو محرم، لكن ما ينفعش يتزوج وهو محرم. فهمت؟ الإحرام من محظورات الإحرام إيه؟ إن عقد النكاح لنفسه أو لغيره، ولكن ممكن يشهد وهو محرم، ممكن يشهد على عقد النكاح، لكن لا يكون وليا ولا وكيلا ولا زوجا وهو إيه؟ وهو محرم. طيب لو طلق وهو محرم وأراد أن يراجع وهو محرم لا شيء عليه، يعني ليس من محظورات الإحرام أن يراجع من طلقه. فهمت بقى؟ فلو أن يراجع، لأن المراجعة استدامة نكاح وليس إنشاء نكاح، فالمحظور عليه إنشاء النكاح وليس استدامة النكاح. واضح؟ فدي نقطة تاخد بالك منها. عشان كده بيقول إيه؟ وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أهلية النكاح، لأن أهلية النكاح قلنا شرط المرتجع أهلية النكاح، دخلنا المحرم، المحرم مش أهل للنكاح، عشان كده قال لك إن لم يكن محرما، خرجوا ليه؟ لأنه ده غير أهل للنكاح لكن أهل للرجعة. فهمت بقى كلام الفقهاء؟ بيبقى كلام دقيق تاخد بالك منه، لأن الفقهاء بيبقى إيه كلامهم يتوزن بالذهب، مهم تاخد بالك. يعني تحاول تيجي تختصر تخل المعنى، لازم تكتبه زي ما قايل، لو اختصرت تخل المعنى. وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أهلية النكاح، لو قال وشرط المرتجع أهلية النكاح يبقى معناه إن المحرم غير أهل النكاح، يبقى ما يعرفش يراجع تاني، عشان كده راح مطلع من وسط أهلية النكاح مين؟ المحرم الأول، بعد كده يبقى أهلية. يعني معناه لو صبي طلق ما ينفعش يراجع، والصبي بيطلق يعني وليه، وليه طلق بالنيابة عنه، ما ينفعش الولد الصبي ده يروح هو يراجع من غير إذن الولي، لازم الولي وليه، مجنون، واخد بالك؟ ما ينفعش المجنون يراجع حال جنونه، فهمت؟ لأنه مش أهل للنكاح، لأن المجنون محتاج ولي يزوجه وهكذا، يبقى لازم يكون أهلية النكاح بنفسه، وحينئذ فتصح رجعة السكران اللي هو المتعدي بسكره لا رجعة المرتد. واحد طلق زوجته
وبعدين ارتد والعياذ بالله، فما ينفعش يراجع وهو مرتد لانه غير اهل لنكاح المرأة المسلمة، واضح؟ لكن لو رجع للاسلام قبل ما تنقضي العدة له ان يرده، يعني ارتد شهر كده، شهر ولا شهرين، وبعدين رجع تاني وكانت لسه عدتها منقضيتش، له ان يرده. لكن في حال ردتي ما ينفعش، لانه ليس اهلا لنكاح امرأة مسلمة، ولا رجعت الصبي والمجنون، لأن كل منهم ليس أهلا للنكاح بنفسه بخلاف السفيه والعبد، فرجعتهما صحيحة. السفيه اللي هو لا يحسن التصرف في المال، ده اسمه سفيه، أو لا يحسن التصرف في بعض الأمور، لكن ينفع يتزوج بنفسه. يعني مثلا السفيه ده يعني تصرفاته تلاقيها إيه؟ فيها خلل، عايز ياكل يروح يدخل محل كباب يطلب 10 كيلو كباب، هو هياكل لوحده، ويروح واكل له بقين ويحاسب على 10 كيلو، تاني طالع سفاه، ضيع فلوسه، فاهم؟ تصرفات غريبه. فايه؟ او رايح يشتري بدله، يقوم يقول للراجل الدولاب ده كله فيه كام بدله؟ يقول له 50، يقول له بكام؟ بكذا، ب 50,000 جنيه. طب شيك اهو ب 50,000 جنيه، حمل الدولاب. في حد عاقل بيشتري كده؟ مش عاقل بيشتري، فدي تصرفات سفيه. السفاهه دي ما تمنعوش من انه يبقى اهل لانه يتزوج وانه يطلق وانه يبقى مسؤول عن اعماله، واضح؟ ولا يحجر عليه الا بحكم قضاء، لا تحجر عليه الا بايه؟ بحكم قضاء. يعني ما ينفعش تروح تمنعه كده يروح يشتكيك في البوليس، لا، ده انت ترفع عليه قضيه حجر وتجيب شهود من بعض تصرفاته ان هو سفيه، يجي القاضي يحكم بالحجر عليه، ساعتها تقدر انت تدي له مصروف بقى، كل يوم تدي له 10 جنيه تقول له خدش غير كده، ما تصرفش غير 10 جنيه، لان هو كل يوم بيصرف 20,000 و30,000. فايه؟ السفيه ده ممكن يطلع ويراجع، مش مشكله. فهمت بقى المساله؟ سواء كان سفيه قضاء او سفيه حكما، يعني حكمه سفيه لكن مش بحكم قضائي، الاثنين رجعتهم تنفع. والعبد كذلك، يعني عبد رقيق متزوج لا يتزوج الا باذن سيده، كويس، لكن له ان يطلق ولو ان يراجع بغير اذن سيده، فرجعتهما صحيحه من غير اذن الولي والسيد. الولي تعود على السفيه، والسيد تعود على ايه؟ على العبد. وان توقف ابتداء نكاحهما على اذن الولي والسيد. احنا هنحاول نقول كلام الشيخ البيجوري في الايه؟ الفقره دي بس. موضوع الرجعه اصله موضوع طويل، هنحاول نقسمه على كذا مجلس. الشيخ البيجوري بقى رحمه الله بيعلق على هذه الفقره السابقه، بيقول فيها ايه؟ فصل في احكام الرجعه ككونه له مراجعتها ما لم ككونه له مراجعتها ما لم تنقض عدتها. وذكرها المصنف عقب الطلاق لأنه سببها، والمسبب يكون بعد سببه، وهي كابتداء النكاح بناء على أن الطلاق يقطع العصمة، أو كاستدامته، أي كاستدامة النكاح بناء على أنه لا يقطع العصمة، فلا يطلق فيها القول. يعني ما تقدرش تقول هل يعني الرجعة دي هل هي تشبه ابتداء النكاح على اعتبار ان الطلاق يقطع العصمة، ولا هي استدامة النكاح بناء على انه على ان الطلاق الرجعي لا يقطع العصمة، بدليل انهما يتوارثان لو احدهما مات في فترة العدة، فهمت؟ فقال لك ما نقطعش فيها بالقول، يعني تحتمل دي وتحتمل دي. واصلها حكم الرجعه ايه اصلها؟ هل هي واجب شرعي انه لازم بعد ما طلق طلقه رجعيه انه يراجعها؟ لا، الاباحه، يعني هو مخير انه يرجعها، ومخير انه ايه؟ يترك الامر حتى تنقضي عدتها وتبين منه، لان اصلها الاباحه. وتعتريها احكام النكاح، أحكام النكاح الخمس،
يعني لو هينبني ضرر على عدم مراجعتها يبقى يجب مراجعتها. العيال هتضيع والعيال هتتشرد، البيت هيتخرب، حاجه كده يعني. يبقى يجب عليه حتى لا يضيع من يعول. مثلا لو كان احتمال ان يحصل نوع من تشتيت الاسره، احتمال بس مش متيقن، يبقى يستحب مراجعته. لكن لو تيقن التشتيت يبقى يجب مراجعته. مش هيحصل حاجه، العيال كده كده قاعدين في مدارس خارجي داخلي، وهو ايه قاعدين هنا، وولاده قاعدين بيتعلموا بره. فقاعد معاها مش قاعد معاها ما تفرقش، العيال مرتبين امورهم وتعليمهم ماشي. يبقى هنا يباح له انه يراجع او ما يراجعش، مش هينبان عليه ضرر. طيب لو كان استدامة النكاح يؤدي الى ضرر مظنون، عشان هم علاقتهم ببعض سيئة وكل شوية يتخانقوا، وقد ينتهي الامر في الاخر ان 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 احدهما يقتل الاخر، يبقى هنا بقى يجب عدم مراجعته، يحرم مراجعته لانه هيقع في الضرر. طب وان ظن الضرر يبقى يكره مراجعته. فهمت بقى؟ فعشان كده تعتريها الاحكام الخمسه. لكن اصلها من غير اي يعني ظروف فهي مباح، زي ما الطلاق اصله كده انه مباح من الاصل، لكن احيانا يبقى الطلاق حرام، واحيانا يبقى الطلاق مستحب، احيانا يبقى الطلاق واجب، وهكذا زي ما اتكلمنا قبل ذلك. والاصل فيها اللي هو دليلها، دليل ان الرجعه دليل شرعي جايه منين؟ من القران. يقول قبل الاجماع قوله تعالى: وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. وبعولتهن يعني ازواجهن احق بردهن في ذلك، يعني في عدتها. في ذلك يعني ايه؟ في عده الطلاق الرجعي. ان ارادوا اصلاحا، اي ازواجهن مستحقون لردهن في العده ان ارادوا رجعه. فافعل التفضيل على غير بابه اذ لا حق لغيرهم. يعني احق بردهن هنا يعني مش معناه ان في غيره ليه حق وده احق، لا، ما بيقولك على غير بابه. فافعل التفضيل على غير بابه اذ لا حق لغيرهم. واسم الاشاره لما بيقول في ذلك ان ارادوا اصلاحا، في ذلك، ذلك ده اسم الاشاره عائد على العده. والاصلاح ان ارادوا اصلاحا بمعنى الرجعه كما قاله الشافعي. وقوله صلى الله عليه واله وسلم: اتاني جبريل فقال لي: يا محمد رجع حفصه فانها صوامه قوامه. نبينا طلق ستنا حفصه، فجاءه سيدنا جبريل وقال له: راجع حفصه فانها قوامه صوامه، فرجعها صلى الله عليه وسلم في فتره عدته. قال له: انها صوامه قوامه وانها زوجتك في الجنه. واركانها، اركان الرجعه ايه؟ ثلاث: مرتجع وهو الزوج، ومن يقوم مقامه من وكيل او ولي فيما اذا وكل من يراجع زوجته له، وولي فيما اذا جن من قد وقع عليه الطلاق حيث يزوجه بان احتاج اليه، فلوليه الرجع حينئذ. يعني واحد مجنون لكنه قالوا له الدكاتره، قالوا الولي انه لو تزوج يمكن يتحسن جزء من علاجه، فراح وليه مزوجه. أم الزوجة التانية إيه بقت تضايقه، لا تحسن معاملته عشان مجنون بقى، تسيبه لا تفطره ولا تأكله ولا تحميه وسايباه كده مداه. فأجى الولي شافها مرة اتنين، الجواز دي مش نافع، راح مطلقها. وبعدين بعد كده لما طلقهم لقاها إن هي إيه جت تتأسف له، ومفيش مشكلة وأنا هاخد بالي منه، طب إديني فرصة تانية ليه يرد. فهمت ازاي؟ كله ده عن طريق الولي، لانه هو مش اهل لا بانشاء النكاح ولا بايقاع الطلاق ولا بانه يعمل رجعه بسبب الجنون. وكل من فاذا وكل فيما اذا وكل من يراجع زوجته لو اذا كان وكيل عن الاصيل يعني، وولي اذا كان له ولايه، فيما اذا جن من قد وقع عليه الطلاق حيث يزوجه بان احتاج اليه، فلوليه الرجعه حينئذ. ومحل الرجعه
يبقى لابد الاول من ايه؟ من مرتجع اللي هو الزوج او من يقوم مقامه بقى، ولي او وكيل. والمحل يقع عليه الرجعه اللي هي الزوجه كده برضو، دي حاجه تانية اللي هي الركن الثاني، ومحل وهو الزوجه، والحاجه الثالثه الصيغه، لازم يتلفظ بحاجه وصيغه. يبقى اركانها ثلاثه: مرتجع ومحل وصيغه. سهله. المرتجع واما زوج او من يحل محله، وكيل او ولي، ومحل هي الزوجه والصيغه. واما الطلاق فسبب كما علمت لا ركن، يعني ما تقولش بقى ان من اركان الرجعه الطلاق، لا، الطلاق سبب للرجعه وليس جزء منها. شروط المرتجع ايه بقى اللي هو هيراجع؟ وشرط في المرتجع أهلية النكاح بنفسه، بأن يكون بالغا عاقلا مختارا، وإن منع منه عارض كإحرام أو توقف على إذن الولي والسيد كما سيذكره الشارح. وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحا كان أو كناية، لازم الصيغة يبقى فيها لفظ إما صريح بالمراجعة كراجعتك، ده صريح، أو كناية بشرط عدم التعليق ولو بمشيئتها وعدم التأقيد. فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت، لم تصح الرجعة. وكذا لو قال راجعتك شهرا مؤقت، يعني لا تصح، ولا تصح بالنية من غير لفظ، ولا بفعل كوطأ، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه. نعم، لو صدر ذلك من كفار واعتقدوه رجعة ثم ترافعوا إلينا أو أسلموا أقررناهم. يعني ما بيجي لك واحد كافر متزوج في حال كفر ودخل في الإسلام هو وزوجته، ما بتقولوش نعمل عقد جديد، بنقر على عقده القديم. واضح؟ فافرض ان هو كان طلقها وهو كافر وهم كفار مع بعض، وراجعها بغير تلفظ على اعتقادهم الاول، ثم اسلموا او احتكموا عندنا، نحملهم على ما كانوا عليه من صحه، ما نقولهمش اعملوا من اولهم. واضح؟ علشان كده بيقول لك في احكام تقبل انتهاء ولا تقبل ابتداء، دي من ضمنها، تقبل انتهاء ولا تقبل ابتداء. فهمت؟ يعني زواجه وهو كافر لا يقبل ابتداء، لكن لو اسلم بعد عقد الزواج وهو كافر يقبل انتهاء. فهمتني بقى؟ في امثله كثيره من حاجات تقبل ابتداء ولا ولا تقبل انتهاء. ويستثنى من الفعل الكناية مع النية وإشارة الأخرس. احنا قلنا ما ينفعش الفعل، بس الأخرس ما بيتكلمش، إشارته دي فعل، بس إشارته بالنسبة له كلام. كويس؟ فلو كانت إشارة مفهمة تبقى كلام صيغة بالنسبة للإيه؟ للأخرس. وإشارة الأخرس المفهمة. وشرط في المحل كونه زوجة موطوءة، وفي معنى الوطء استدخال المني المحترم معينة قابلة للحل مطلقة مجانا لم يستوفي عدد طلاقها في العدة. كل دي شروط، خد بالك، في المحل. في معنى الوطء استدخال المني المحترم معينة قابلة للحل مطلقة. انت دلوقتي هيعملوا حاجة اسمها ايه لما بتبقى المرأة ما بتحملش؟ يعملوا تلقيح خارجي، يعني ياخد مني الرجل وياخد بويضة المرأة في انبوبة اختبار بره خالص في المعمل، ويعمل التلقيح وبعدين يروح مدخله جوه الرحم لفترة معينة. فهمت ازاي؟ دي تعتبر موطوءة، لا حكم الموطوءة. فهمتني بقى؟ يعني شوف ايامهم كانوا يقولوا الكلام ده بالرغم ان ايه، ما كانش عندهم، لان كان عندهم احيانا المراه كانت تاخذ
مني زوجها في قطنة وتدخله فرجة على رغبة انها تحمل. كانوا بيعملوا كده زمان احيانا، لكن الوقت بقت تتم في المعامل الحكاية دي، فيبقى ده برضو له حكم الموضوع. معينة يعني ايه؟ انسانة معينة معروفة، معروفة الاسم وايه والصفة، قابلة للحل، مطلقة مجانا. مجانا ليه؟ عشان يتخرج الخلع. الخلع طلق على عوض، الخلع طلق على عوض، فلما يقول مجانا معناه خرج الخلع. لكن لو طلق على عوض ما يعرفش يردها في العدة، لانه طلقة الخلع بائنة. فهم؟ فكل كلمة مهمة يعني. يعني ما يقول لك كل كلمة الفقيه يقصد كلام مهم. لم يستوفي عدد طلقها، وده قيد مهم برضه. ما ينفعش يبقى طلقها الطلقة نمرة ثلاثة ويقول لك أنا راجعت، راجع عيدي دي نمرة ثلاثة. لازم ما يكونش استوفى عدد الطلقة، تبقى الطلقة نمرة واحد أو الطلقة نمرة اثنين إذا كان حر، وإذا كان عبد يبقى الطلقة نمرة واحد بس. في العدة، والقيود دي كلها تكون ايه؟ في فترة العدة. فلو انقضت العدة لا يستطيع ان يردها الا بعقد جديد وزواج جديد. واضح؟ يبقى كل كلمة من هنا ليها معنى مهم. وقد ذكر المصنف في بعض النسخ بعض هذه الشروط بقوله: فصل وشروط الرجعة أربعة. أن يكون الطلاق دون الثلاث، وأن يكون بعد الدخول بها. خد بالك الشرط بتاع بعد الدخول بها، يعني لو طلق امرأته بعد العقد قبل الدخول لا رجعة لها، لأن ليس له عد عليها كده برضه. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى لو عقد ولم يدخل ثم طلق ما يعرفش يردها في العدة، لأن هي ملهاش عدة أصلا. واضح؟ يبقى يشترط الدخول عشان تبقى يعرف يردها، لابد أن يكون عقد عليها ودخل بها. واضح؟ كل دي قيود مهمة. وشروط الرجعة أربعة: أن يكون الطلاق دون الثلاث، وأن يكون طبعا للحر، تكتب كده فوقيها للحر، وأن يكون بعد الدخول بها، وألا يكون الطلاق بعوض عشان يخرج الخلع، وأن تكون قبل انقضاء العدة وإلا تبين منه. والعدة إن كانت من أولي الأقراء الحيض يعني، يبقى ثلاث إيه؟ حيضات أو ثلاث أطهار. وإن كانت لا تحيض يبقى ثلاثة أشهر، وإن كانت حامل حتى تضع حملها. مش كده؟ العدة ثلاث أحوال، يا إما ثلاثة أقراء إن كانت من إيه؟ من أولي الأقراء، على اعتبار أن القرء عند الشافعية هو الطهر، والقرء عند الأحناف هو الحيض. أو إن كانت لا يأتيها حيض، انقطع حيضها أو لا يأتيها أصلا، يبقى ثلاث شهور آيسة يعني. طب وإن كانت حامل حتى تضع حملها. فلابد يبقى العدة الرجعة قبل انقضاء العدة. وعلى هذه النسخة شرح العلامة الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني، وخرج بالزوجة الأجنبية. هو ينفع يراجع واحدة أجنبية؟ هو أصلا ملوش عليه سلطان، يبقى لما ينفع. أما يقول إيه؟ لابد إن هو إيه؟ يراجع الزوجة، يعني معناه حكمها حكم زوجة. فكلمة الزوجة دي يخرج الأجنبية. وبالموطوءة والملحقة بها المطلقة قبل الوطأ. وما في معناه؟ ما يقول لك موطوءة يعني مدخول بيها. طب افرض هما عقدوا عليها وهو عارف ان هي مش هتعرف تحمل الا بتلقيح صناعي، فما عملوش الدخلة، لكن راحوا عملوا تلقيح صناعي وادخل، او ده ليه حكم الدخول، بقى مدخول بيه. فهمتني بقى ازاي؟ والملحقة بها وبالموطوءة والملحقة بها المطلقة قبل الوطئ وما في معناها، فلا تصح رجعتها لبينونتها بالطلاق قبل الدخول. وبالمعينة المبهمة لازم يعينها. يعني هو متجوز ثلاثة، يقول لهم على فكرة واحدة فيكم طلقة،
واحدة فيكم دي مبهمة، أني واحدة فيكم قدامه خديجة وعزيزة وعيشة، يقول لهم واحدة فيكم طالقة، مش معين، ما ينفعش الكلام ده، لابد أن يعين. وطالما لم يعين واحدة أو قال لهم أنتوا كلكم التلاتة طالقين، وبعد تلات أربعة يوم لهم أنا رديت واحدة فيكم، راجعت واحدة فيكم، برضو ما ينفعش، لابد أن يعين أني واحدة فيهم. فهمت إزاي؟ فما يقول المعينة يخرج المبهم. واضح؟ فلو طلق إحدى زوجتيه مبهمة ثم راجعها، أو طلقهما جميعا ثم راجع إحداهما مبهمة، لم تصح الرجعة. ولو تعينت ثم نسيت لم تصح رجعته أيضا في الأصح، ثم نسيت يعني. راجل بقى إيه عنده زهايمر، طلق فاطمة ونفيسة، الاثنين كانوا زوجاته، طلقهم الاثنين وبقوا بينسى قوي بسرعة، بعد شهر أو طلق واحدة فيهم، يا ترى أنا طلقت مين، فاطمة ولا نفيسة؟ طب أنا راجعتها بقى اللي طلقتها دي، فده ما ينفعش، واخد بالك؟ لم تصح ثم نسيت لم تصح رجعتها أيضا في الأصح. نعم إن راجع معينة وتبين أنها المطلقة صحت الرجعة اعتبارا بما في نفس الأمر. ودي قضية تانية، يعني هو هنا راجع واحدة معينة فيهم، أنا طلقت واحدة فيكم بس أنا نسيها، فاكر أنا فاطمة ولا نفيسة؟ وبعدين راح مراجع نفيسة، طلعت نفيسة دي هي فعلا اللي كانت مطلقة، صح بالرغم إن هو ما كانش مقاصدها بالظبط. ليه؟ اعتبارا باستدامة النكاح، اعتبارا بما في نفس الأمر، لأن احنا عندنا حاجة اسمها الواقع ونفس الأمر، هو في الواقع ناسي لكن في نفس الأمر هي دي فعلا اللي كانت مطلقة. فهمت؟ ولو شك في حصول المعلق عليه الطلاق فراجع احتياطا ثم علم أنه كان حاصلا، ففي صحة الرجعة وجهان، فصحهما الصحة كما قاله الكمال سلار شيخ النووي. يعني هو قال لها انت لو خرجت من البيت في يوم في مطر تبقي طالق، كويس؟ وبعدين هو نسي، علقها عليه، مرت الايام بقى نسي، بعد سنة اتنين خرجت من البيت فهو ناسي، يا ترى انا علقتها على الخروج مطلقا ولا الخروج في حالة معينة في المطر او في عدم المطر؟ هو ناسي، فراح مراجع احتياطا، واخد بالك؟ شك في المعلق دي وراح مراجع احتياط. فهمتني بقى؟ دي الصوره بتاعت الكمال ايه سلار شيخ الامام النووي. فبيقول ايه؟ هتبقى في المساله في صحه الرجعه دي وجهان، اصحهما الصحه. يعني في وجه تاني يقول لك لا ما يراجعهاش طالما هو شاك، كما قاله كمال سلار شيخ النووي، بالقابله للحل المرتده، فلا تصح رجعته في حال ردتها، لازم تكون قابله للحل. يعني هو طلق زوجته من هنا، راحت قالت له يا اخي انت كرهتني في الاسلام والمسلمين، وراحت كفرت بالاسلام عشان كانت متجوزه واد من اللي اياهم دول اللي انت عارفهم اللي كرهوا الناس في الاسلام، تعرف مش هقول لك عليهم النهارده. فهي من كراهيتها لتصرفاته ظنت ان هو ده الاسلام فكرهت الاسلام وراحت ارتدت. فهو بقى ايه بعد كده ضميره أنبه عايز يردها، ما ينفعش يردها لان هي مش محل صالح لانها ترجع تاني، يبقى يقول لك قابله للحل يخرج بها ايه المرتده، فلا تصح رجعتها في حال ردتها لان مقصود الرجع الحل والرده نفيه. وكذا لو ارتد الزوج او ارتد معا، كفروا الاثنين مع بعض او هو، ولما قال والمطلقة قد بالمطلقة المفسوخ نكحها فلا ركعة فيها وإنما تسترد بعقد جديد، يعني حصل فسخ لأنه تزوجها بغير ولي مثلا، تزوجها بغير ولي
عند الشافعية الزواج بغير ولي ده زواج باطل، عقد ما ينفعش. فلما حصل وعرفوا الحكم جه القاضي الشافعي فسخ الايه؟ العلاقة بينهم. فما ينفعش يراجعها بالفسخ ده. واضح؟ وإنما تسترد بعقد جديد. وبقولنا مجانا خرج المطلقة بعوض فلا رجعة فيها اللي هي بالخلع. أيضا بل تحتاج إلى عقد جديد. وبقولنا لم يستوفي عدد طلاقها المطلقة ثلاثا خرجها فلا تحل له إلا بمحلل بشروطه الآتية في قوله وإن طلقها ثلاثا لم تحل إلا بعد وجود خمس شرائط. وبقولنا في العدة ما إذا انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد كما سيذكره المصنف. احنا عايزين النهارده نقعد ساعة 60 دقيقة ونقف على كده. مرة قد إيه؟ طب فكرني لأن شكلنا كده مش هنحل. هي حصة الفقه كان مشايخنا يقول لنا لو زادت عن ساعة الإنسان يسرح، فما تزودهاش عن ساعة. مش هنزودها عن ساعة. قولي بفتح الراء وحكى كسرها يعني رجع ورجع يعني. والفتح أفصح عند الجوهري والكسر أكثر عند الأزهري. الاثنين علماء لغة يعني. قول وهي لغة المرة من الرجوع أي من طلاق أو غيره، وظاهره أنها المرة من الرجوع سواء كانت بالفتح أو بالكسر، ولا ينافي قول ابن مالك في الألفية وفعله لمرة كجلسة وفعله لهيئة كجلسة، لأن ده كاصطلاح نحوي وما هنا أمر لغوي باعتبار ما نقل عن العرب. يعني على كلام ابن مالك تبقى رجع عشان هي المرة، واخد بالك؟ زي تقول جلسة يعني معناها واحدة، إنما جلسة هيئة الجلسة، واخد بالك؟ يقول لك إيه جلسته متربع، يبقى بتوصف هيئته تقول جلسته ما تقولش جلسته، واخد بالك؟ فجلسة بالفتح معناها المرة والجلسة معناها الهيئة. ده باعتبار اللغة، أما باعتبار قصدي الاصطلاح النحوي. أما باعتبار اللغة فاللغة أوسع. ساعات بعض قبائل العرب تستعمل المكسورة زي رجعة ويقصد بها المرة. واخد بالك من حيث الاستعمال يعني. وشرعا تعريفها الشرعي عطف على قوله لغة رد المرأة من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل. رد المرأة يعني رد الزوج المرأة. يبقى رد ده مصدر والمرأة هنا مفعول وقع عليها الرد. والفاعل مستتر تقديره الزوج. يبقى كأنه أضاف المصدر إلى مفعوله. بعد حذف الفاعل أي رد الزوج أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولي المرأة، وقد تقدم تصوير الوكيل والولي فتنبه. قوله إلى النكاح أي الكامل. فلا ينافي أنها في النكاح بدليل التوارث. أما بيقول إلى النكاح مش معناه أنه هو إيه في فترة العدة انقطع النكاح تماما، يعني يردها إلى النكاح الكامل. واضح؟ ليه؟ بدليل أن في علقة نكاح في فترة العدة حتى ولو لم يردها، عشان لو مات أحدهما بيورث الآخر. واضح؟ فلما يقول ردها إلى النكاح هنا يقصد النكاح الكامل وليس مطلق النكاح. فلا ينافي أنها في النكاح بدليل التوارث ولحق الطلاق لها وصحة الإيلاء والظهار منها. يعني وقت العدة، وقت عدة المطلقة رجعية ليه يظاهرها وليه يؤلي منها، يعني يحلف عليها ألا يقربها. كويس؟ وليه أنه يطلعها فوق طلقتها وتتحسب طلقة تانية، فدليل ان في علقة نكاح ما زالت تتعد. فهمتني ازاي؟ وزي ما قلت لك يتم التوارث ويلحقها الطلاق ويلحقها الظهار ويلحقها العدة في فترة ايه؟ والإيلاء في فترة العدة. قول وفي عدة طلاق خرج به ما إذا كانت ليست في العدة أو كانت في عدة غير الطلاق الفسخ. وقول غير بائن خرج به البائن. البائن يعني ايه؟ المقطوعة تماما اللي هي ملوش سلطان انه يراجعها فترة العدة. والبينونة نوعان، بينونة كبرى وبينونة صغرى.
البينونة الصغرى أن يكون طلقها القاضي بسبب الضرر عليه فلا يستطيع أن يردها ويتحسب طلقها، أو هي طلقت نفسها منه بالخلع، اشترت هذا ودفعت المقابل، فدي سموها بينونة صغرى. البينونة الكبرى أن يكون دي الطلقة الثالثة. غير بائن خرج به البائن كالمطلقة بعوض اللي هي المختلعة والمطلقة ثلاثا وقد تقدم حكمهما. وقول على وجه مخصوص أشار به إلى شروط الرجعة المعتبرة في صحتها وقد علمتها فيما مر. وخرج بطلاق وطئ الشبهة والظهار، أي وكذا الإيلاء. وقال الشيخ العزيزي هذا ليس داخلا في التعريف فلا حاجة إلى إخراجه، فإن نظر إلى مطلق العود إلى الحل كما يشعر به قول الشارح فإن استباحة الوطء فيهما بعد زوال المانع، دي شرحناها في الأول، لا تسمى رجعة. ورد عليه وورد عليه نحو الطهر من الحيض وإسلام المرتد، والظاهر أنهما كذلك، لكن الشارح لم ينبه عليهما لوضوحهما. قول وإذا طلق شخص أي حر أو رقيق بالنسبة للطلقة الواحدة لا في الثنتين فإنهما في الحر فقط، لأن الرقيق لا رجعة له بعدهما. وقول امرأته أي زوجته حرة كانت أو أم، وقول واحدة أي طلقة واحدة، أو اثنتين بالتاء، وفي بعض النسخ أو اثنين بلا تاء، وقد عرفت أن قوله أو اثنتين خاص بالحر دون الرقيق لاستيفائه ما يملكه من الطلاق. قول فله أي للمطلق ولو بنائبه، وقول بغير إذنها أي أو إذن سيدها، فلا يشترط رضاها ولا رضا سيدها إن كانت أما يعني. وقول مراجعتها أي رجعتها وعودها إلى نكاحه ولو كانت أما لا تحل له الآن. خد بالك، له مراجعتها ولو كانت أما لا تحل له الآن، كأن تزوج الحرة بعد أن تزوج الأما بشروطها ثم طلق الأما، فله مراجعتها لأن الرجع دوام. يعني إيه الكلام ده؟ لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا إن فقد القدرة على أن يتزوج الحرة، يعني زي أكل الميتة، زواج الحر بالأمة ده زي أكل الميتة عند الضرورة أو في الوقوع في الإيه في الزنا، هو ما عندوش مهر الحرة، فهمتني؟ وما عندوش مال يشتري أمة، واضح؟ وخايف يقع في الزنا، يعمل إيه؟ أباح له الشرع انه يتزوج اما. زواج الاما بيبقى عن طريق سيدها ومهرها رخيص، يديله 100 جنيه ويتجوزها سهل قوي، واخد بالك؟ فيقدر. وعلشان كده زواج الاما ده يعتبر زي اكل الميته، يعني فعل المضطر. طب ليه فعل المضطر؟ لان ولاده منها يطلعوا ارقاء للسيد، يتبعوا الام في الرق والحريه، واضح؟ فيبقى دي امر سيء. طب افرض ان هو طلق تزوج اما لانه كان محتاج هذا الزواج وراح مطلق الام وتزوج حرة، فاصبح الوقت ما ينفعش يتزوج اما، لا يحل له، لكن يحل له مراجعة الام اللي كان متزوجها قبل الحر. فهمت الصورة بقى؟ عشان كده بيقول ايه، نقرأ كلام الشيخ تاني، ركز علشان الحاجات دي مهمة، هي بتعلمك ازاي تركز في الكلام كويس، فعشان تركز في الكلام كويس لازم ما تبقاش واكل شبعان ولا تكون نايم قليل، لازم تكون نايم نص نص واكل نص نص، كل حاجة نص نص. لا مركز، لما نايم كتير او مش نايم خالص او جعان قوي او شبعان قوي ما تقراش كتب فقه، فهمت؟ ما ينفعش. انت دلوقتي في اي حالة الله اعلم بيك. وقول مراجعتها أي رجعته وعودها إلى نكاحه ولو كانت أما لا تحل له الآن. أما لا تحل له الآن ليه؟ لأنه طلقها واتجوز حرة وجاب فترة العدة ومعاه حرة، ما ينفعش يتجوز أما فلا تحل له الآن، فهمت؟ كأن تزوج الحرة بعد أن تزوج الأما بشروطها ثم طلق الأما فله مراجعتها، ليه؟ لأن الرجعة دوام وليس إنشاء عقد جديد. لا لو أن يفعل ذلك، يعني هي ترجع للأصل والإباحة، بس نقول له نبيح لك ذلك ولكن يجب عليك منع الحمل،
واخد ياخد وسائل لمنع الحمل ليه؟ عشان ولاده ما يطلعوش على الحائط. ويسن الإشهار عليها خروجا من خلاف من أوجبه. زي مين؟ زي الشيعة. الروافض عندهم لابد أنه يشهد في الطلاق ويشهد في الرجعة. يشهد في الطلاق ويشهد في الرجعة. فهنا قال لك إيه؟ يسن الإشهاد خروجا من خلاف من أوجبه. وإنما لم يجب لأنها في حكم استدامة النكاح. هي مهم الإشهاد إيه؟ إنه يذكروه، لأنه ممكن يكون طلعها وراجعها وبعد 20 سنة طلعها تاني ونسي الأولانية، فيقوم الشهود يفكروه إنه كان سابق إنه طلقها قبل كده، يقوم يحسب عدد الطلقات يعني. ما لم تنقض عدتها أحسن من قول غيره في العدة، لأنه يشمل ما لو وطئت بعد الطلاق بشبهة فحملت من وطئ الشبهة، فلو مراجعتها في مدة الحمل مع أنها ليست في عدته، لأن عدة الحمل تقدم. بيدي لك أمثلة غريبة يعني، واحد طلق زوجته في فترة العدة تعرضت لإيه؟ وطئ شبهة أو حادث اغتصاب. دلوقتي بقى إحنا في مجتمع بقى مليان زبالة، تصرفات زبالة، فتعرضت لحادث اغتصاب فحملت، وهو عايز يردها، فهيردها مع ان هي حامل، لان دي واخد بالك مش عدته هو، مش عدته هو، ده عدة الحمل. فهمت بقى؟ حمل الوطئ الشبه، لأنه يشمل ما لو وطئت بعد الطلاق بشبهة فحملت من وطئ الشبهة، فلو مراجعتها في مدة الحمل مع أنها ليست في عدتي، لأن عدة الحمل تقدم، وصدق علي أنه لم تنقض عدتها منه. نعم لا تصح رجعتها في حال استفراش الواطئ لا حتى يفرق بينهما، يعني ما ينفعش يراجعها وهي مخطوفة عند ناس ليغتصبوها لمدة شهر. فين لما البوليس حصل عليها؟ ما ينفعش يردها وغايبة كده، واخد بالك، وهي لسه ايه؟ مستفرشة. فهمت بقى المعنى؟ حتى يفرق بينهما. لكن يرد عليه ما لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج، فإنها لا تنقضي عدتها بمضي الأقراء أو الأشهر، ومع ذلك لا رجعة له فيما زاد على 3 أقراء أو الأشهر، وتحصل الرجعة. هذا إشارة إلى الصيغة التي هي أحد الأركان 3 من الناطق، أي وأما من الأخرس فتحصل بإشارات المفهمة لأنها كالنطق، بألفاظ صريحة أو كناية لكن مع النية في الثاني، الكناية يعني، وتصح بالعجمية ولو ممن يحسن العربية، يعني ممكن يقولها لها بأي لغة طالما هي تفهمها وهو يفهم، الشرط بالعربية، بخلاف عقد النكاح عند الشافعية لازم باللغة العربية. واضح؟ بعقد النكاح، لكن في الرجعة ممكن بأي لغة. الأحناف يجيزوا حتى عقد النكاح بأي لغة غير العربية طالما تؤدي نفس المعنى. الأحناف. يرد يرد. يرد عليه ما لو 10 رجعية يعني هو عاشر الرجعية، يعني هو طلق الزوجة دي. فترة العدة بقى يعاشرها معاشرة إيه؟ الأزواج. فترة العدة. عندنا إحنا المعاشرة دي ما تبقاش رجعة. لازم يتلفظ. المعاشرة دي بعد الطلاق في فترة العدة ليست رجعة عند الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة، دي رجعة عند الحنف بس. فهمت؟ ما احنا قلناها دي في أثناء الشرع. وحكم المعاشرة دي بقى صحيح، المعاشرة الصحيحة مع الحرمة لكنها ليست اسم، صحيحة مع الحرمة، يعني لو حملت ولاده ينسبوا له، فهمت؟ لكن مع الحرمة من الصغائر وليست من الكبائر. ليه؟ لأن هناك من أحلها كالإمام أبو حنيفة. واضح؟ لكن الخروج من الخلاف أحسن. لكن يرد عليه ما لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج، فإنها لا تنقضي عدتها بمضي الأقراء أو الأشهر، ومع ذلك لا رجعة له فيما زاد على 3 أقراء أو الأشهر.
يعني هو عاشرها معاشرة الأزواج وطهرت ثلاث أطهار انقضت عدتها عند الشافعي، فهمت؟ لكن عند الأحناف مستمرة زوجتي مفيهاش مشكلة. ما هو مهم الناس تعرف الأحكام البسيطة دي علشان ما يوقعوش في مشاكل، وتحصل الرجعة زي ما قلنا لك إيه، بألفاظ صريحة وكناية، ويجوز في الصريح باللغة غير العربية ولو كان يحسن العربي كمان، منها راجعتك أو وارتجعتك وأمسكتك ونحو ذلك. وقالوا وما تصرف منها أي كأنت مراجعة. والأصح أن قول المرتجع رددتك لنكاحي، وكان قول رددتك إلي بخلاف قولي رددتك فقط لاحتمال لأن يكون المراد رددتك إلى أهلك، فيحتاج للمتعلق في هذه دون باقي السير، يحتاج للمتعلق رددتك، رددتك لإيه؟ لازم يبقى ليها متعلق، لأن يحتمل يبقى رددتك لأهلك أو رددتك، واخد بالك، لضميرك أو رددتك للشارع لأنك أنت ما تنفعيش تعيشي معايا في البيت، أي حاجة يقول لي المتعلق رددتك لإيه؟ لازم يتعلق، خدت بالك؟ وأمسكتك، وقول أمسكتك عليه أي على نكاحي، وقد عرفت أن قول أمسكتك فقط كذلك، فالمتعلق ليس بقيد. وقول صريحا في الرجعة هو المعتمد، لأن مدار الصراحة على الشهرة مع الورود في الكتاب والسنة. وأن قوله أي والأصح أن قول تزوجتك أو نكحتك كنايتان أي في الرجعة، فيحتاجان للنية فيهما، وهذا هو المعتمد أيضا. ونقف على إيه وشرط المرتجع عشان نبقى واقفين على جملة مفيدة الاثنين القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.